سلام المسيح للجميع ولا سلام للأشرار قال الرب. يحاول المسلمون دائما الرد على ما يرد في قناة الأخ العزيز رشيد، ولكن محاولتهم فعلا مضحكة وللأسف غير بالغة ولا راشدة. وهناك شخص يدعى عبدالله رشدي ويدعي أنه دكتور كما سمعت، يعني شاهدت له مقاطع قليلة، أحدها كان في الحجاب، وهنا نرى يعني سوف أرد على مسألتين في هذا الموضوع. المدعو رشدي قال أن الحجاب يعني لا يجب السخرية منه فهو في القرآن، ويعني من الواضح أن المسلمين أشخاص غير متعلمين، إسوة برسولهم الذي يعني أخذ ونسخ فوضع وقال. فإذا ما بدأنا بالحجاب، الحجاب في القرآن ليس له علاقة بغطاء الرأس، وكل ما يقول كل من يقول بأن الحجاب هو غطاء الرأس هو إنسان جاهل يدعي العلم. إذا ما ذهبنا إلى القرآن وبحثنا عن كلمة حجاب، سوف ترى أن في كل آيات القرآن الحجاب هو فاصل بين شخصين. هذا هو قرآنك يا مسلم، وهذا هو كلام ربك، وبينهما حجاب، بينهما حجاب، أي أن الحجاب يكون بين شخصين وليس فوق رأس أو رأسين. فلا يفهمون العربية ولا يفقهون قرآنهم ولا يدرون يعني ما معنى الكلام. هذا هو قرآنك، هل أنت أفهم من القرآن الذي تدعي أنه معجز؟ فاتخذت من دونهم حجابا، لم ترتدي حجابا، اتخذت من دونهم حجابا، أي أنها أقرأت التفسير، أي أنها اختلت بنفسها من كل الناس، من أعين الناس، لم ترتدي حجاب، هي في غرفتها أصلا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلى آخره. ويقول هنا يعني الدافع لقراءة هذه الصفحة هو الحجاب، فاسألوهن من وراء حجاب. هل ترى كلمة وراء؟ يعني من الذي سوف يرتدي الحجاب؟ الرجل. الله يأمر المسلمين أن يتكلموا من وراء حجاب وليس النساء. فكيف يكون الحجاب غطاء الرأس هذا؟ وليس هذا فقط، الآيات تصل إلى درجة أنها تقول بأن الله نفسه لم يتكلم ولا يوحي، يعني الله يكلم إما وحيا أو من وراء حجاب. يعني وفقا لهذا المدعو رشيد، عفوا عبدالله رشدي، يدعي أن الله يرتدي حجابا، يعني كما يقول المصريين لبسوا الله الطرح، لبست الله طرحة يا أبو طلحة. الله لا يتكلم إلا من وراء حجاب، هذا يعني أن ربك وفق كرامك يعني يرتدي برقع فهو خنثى أو أنثى. فكلام يعني كلام كما يقول في مصر يعني كلام عيال، ده كلام عيال، يعني حتى شيوخك ليسوا مقتنعين بأن الحجاب أصلا موجود. إذا ما ذهبنا إلى الصحيح وإلى الحديث، كيف طبق رسولك الحجاب؟ ربما رسولك لا يفهم، ربما بنيما لا. هذا هو الحديث، يقول أن حين ابن أم مكتوم أتى إلى محمد أمر رسولك نساءه بالحجاب، طب هذا الرجل أعمى لا يرانا ولا نراه. وهنا نرى بأن محمد
لا يتمتع بالذكاء وإنما يتمتع بنوع من ال يعني سج هو ساج لا يفهم. كيف تأمر النساء بأن يحتجبوا وهذا رجل أعمى لا يرانا ولا نراه لا يعرفنا ولا نعرفه؟ فرد عليهم محمد فقال أفعميان أنتما ألستما تبصرانه؟ أي أن الحجاب ليس غطاء الرأس، هو المرأة يجب أن لا ترى، يجب أن تكون من خلف حجاب وليس غطاء الرأس، فإذا ما غطت رأسها هي لا تزال تراه. على ما يبدو أن هذا المدعو رشدي، وهناك شخص آخر ما اسمه، يعني أنا صراحة لم أسمع بهم، لكن بعض الأخوة في الذين يتابعون فيديوهاتنا طالبوني بأن أرد عليهم. الشخص الآخر اسمه المحاور، المحاور قال يسوع المسيح الذي ضربوه وهزأوه. يا راجل درسوا لك حينما ذهب إلى الطائف، ضربوه وهزأوه ومسحوا به الأرض، بل إنه كان من العار حتى أنه لم يذهب إلى بيته لمدة 4 أو 5 أسابيع، وطلب من أهل الطائف أن لا يخبر الناس بأنه ضرب وأهان وهين. أين رسولك العظيم؟ أين رسولك الذي كسرت رباعيته؟ أين رسولك حينما ضربوه في الطائف وأتى منه الدم في كل مكان وزمان على مدى أسابيع ينزف؟ وأين كان ربك الذي أنقذ المسيح من الصليب ولم ينقذ محمد من سم ضفدع؟ يعني هو سم في نعجة، ولكن بالأصل هو سم ضفدع، لأن المرأة قالت لو كان محمد رسول فلن فيحييه الله، يعني لن يموت، وإن كان كذابا نتخلص منه، وإذ بمحمد يموت من السم. وهذا الحديث يؤكد أن محمد نفسه يوثق هذا الكلام ويقول بأنه مات من السم الذي أكل في خيبر. وربما المسلمون سوف يصححون لرسولهم ويقول محمد مدعي وهو كذاب وهو لم يمت بالسم، فكيف ينقذ الله المسيح ولا ينقذ حبيبه محمد الذي كتب اسمه على عرش الله الذي تحمله 8 نعاج، وهي يفترض أنها ملائكة؟ لماذا لم يتدخل الله وينقذ هذا الرجل المدعو محمد من السم القاتل وهو يتألم؟ يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام، ما أزال، يعني هذا الرجل يعيش في كل يوم وفي كل لحظة في ألم فظيع. الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. والمضحك أن هذا يوثق ما كتب في القرآن بأن محمد إن كان كذابا رسولا كذابا فإن الله سوف يقطع منه الوتين، وإذ بالله يقطع منه الوتين كما قال محمد في قرآنه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والوتين هو نفسه الأبهر، وهذه القواميس العربية موجودة. فمات محمد كما تدبر الأمر وقال أنه مدعيا أن الله قال له لو أنه كذاب لقطعنا منه الوتين، فإذ بالوتين يقطع. يا للمهزلة. ولكن نعود لقصة هذا المدعو رشيد، عبدالله رشدي عفوا، يلتبس عليه الأمر بين الأخ رشيد وعبدالله رشدي. عبدالله رشدي يعني مزعوج، كيف تقول أن هناك أشخاص يستطيعون أن يأتون بقرآن؟ يا رجل أليس قرآنك يقول، قرآنك يقول بأن العرب أثناء حياة محمد قالوا له أنها هذه سخافات الأولين، أساطير الأولين، ولو شئنا لأتينا بمثل ذلك. وإذ تتلى عليهم
آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل ذلك مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. يعني العرب كانوا يسخرون من قرآن محمد. يعني تتصور أنا أقول لك هذا كلام سخيف ومضحك وأنت تقول لي آتي بمثله آتوا بمثله وإن كنتم صادقين. طب يا أخي أنا سوف أريك من القرآن أنهم قد آتوا بمثله وأن محمدا كان يسرق القرآن. كلنا نعلم قصة عبدالله بن الصرح. حينما قال عبدالله بن الصرح تبارك الله أحسن الخالقين، وكان عبد الله بن الصرح وهو الذي يفترض أن يكون الأخ لعثمان بن عفان يكتب القرآن لمحمد، وحينما سمع محمد يقول أو ينسج قرآنه فتعجب هذا الرجل وقال يعني تبارك الله أحسن الخالقين، فإذ بمحمد يقول له اكتبها، فقال أكتب ماذا؟ فقال أكتب تبارك الله أحسن الخالقين. فقال له ولكن أنا من قلت هذا؟ فقال هكذا نزلت. وهذا موثق في كل الكتب الإسلامية. وارتد ابن الصرح عن الإسلام وعاد وأصبح نصرانيا كما تقول القصة. وهناك الكثير من الشواهد على هذه القصة في كتب المسلمين. هذا هو عبد الله بن الصرح، وهو كان كما يقول المسلمين ولسنا نحن، وهي عن رواية صحيحة الإسناد، بل إنه كان يحرف الوحي ويقول لا يعلم محمد ما أكتب له، لا يدري محمد اقرأ، فكان يقول لا يدري محمد إلا ما كتبت له. هذا شخص من الأشخاص الذي كتبوا لمحمد. يقول هنا المجيب يعني لم نقف على رواية صحيحة الإسناد أن عبد الله بن الصرح كان يحرف الوحي، وإنما في قصته أنه أزله الشيطان. أزله الشيطان. قوله تعالى، وهناك آية في القرآن وتقول ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني الذي قال هذا الشخص الذي قال بهذا الكلام، هذه آية في القرآن تقول أن هناك شخص وهو عبد الله بن الصرح قال أنا سوف أنزل كما أنزل على محمد، وقد أثبت هذا بالدليل. فقال حينما كان يقرأ محمد قرآنه وقال لقد خلقنا الإنسان من سلالة فأملاها عليه، فلما انتهى قوله ثم أنشأناه خلقا آخر عجب عبد الله في تفاصيل خلق الإنسان فقال تبارك الله أحسن الخالقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت علي. فشك عبد الله حينئذ وقال لأن كان محمدا صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه. وذكره تفسير القرطبي في تفسيره الجزء السابع رقم 40، ورواه الكلبي عن ابن عباس إلى آخره. فكيف تقول يعني هذا القرآن معجز وها هو قرآنك يقر ويقول بأن عبد الله بن الصرح هو من أتى بتبارك الله أحسن الخالقين؟ انسى عبد الله بن الصرح، ما رأيك بقصة الغرانيق؟ أليس قرآنك يقول أن الله سوف ينسخ ما يلقي الشيطان به؟ يعني أن القرآن أقر بأن الشيطان يلقي في قرآن محمد،
وإذا ما ذهبنا إلى القصة سوف نرى أن المسلمين يقرون بأن الشيطان ألقى في لسان محمد وهذه الغرانيق العلا، وسجد محمد وسجد معه الكفار. لماذا؟ لأنه وقالوا لم نرى يعني يوما محمد يبجل آلهتنا كما فعل اليوم، فهذا محمد قد ألقى الشيطان على في أمنيته في لسانه. وهنا نسأل، طالما أن الشيطان قد ألقى في أمنية محمد، وهذا تفسير الجلالين، ويقول هو نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول هو نبي أمر بالتبليغ، ولا نبي أي لم يؤمر بالتبليغ إلا إذا تمنى. قرأ ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته ما ليس من القرآن ما مما يرضاه المرسل إليهم. أوكي. القرآن يقول بأن رسولك ألقي في لسانه قرآنا، ولكن هذا القرآن قرآن شيطاني، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم بمجلس من قريش أفرأيتم اللات والعزة ومنات، طبعا هنا كتابة منات يعني مضحكة، الثالثة الأخرى، فألقى الشيطان على لسانه من غير علمه. انظروا إلى هذه المهزلة، ألقى الشيطان في لسان محمد على لسان محمد من غير علم محمد. وتقول القصة كما تروا أن جبريل أتاه لاحقا وأخبره، فقال محمد تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لترتجى. لماذا يعني لماذا لم ينتبه محمد بأن هذا ليس بقرآن؟ ألم يقل محمد آتوا بمثله؟ محمد نفسه صانع القرآن لم يلاحظ بأن هذا ليس بقرآن. ومن المضحك بأن محمد في هذه الآية يبجل ما يسميه القرآن أرباب الكفار من الشياطين، فكيف لم ينتبه محمد إلى إذا لم يعني لم ينتبه إلى الكلمة، لم ينتبه إلى المعنى؟ كيف يكون محمد نبيا يدعو بأن يعبد الناس الإله المدعو الله ولم ينتبه بأن في هذا كفر؟ على فرض أنه قال شيئا لم ينتبه له من حيل اللفظ، ولكن وماذا عن المعنى؟ وكيف لم يقل له المسلمين كيف تقول هذا؟ لماذا لم ينتبه؟ يعني لا محمد انتبه أن هذا ليس قرآن ولا يمكن أن يكون قرآنا، ولا المسلمين انتبهوا والكل صلوا معا جميعا وسجدوا وسجد الرسول ففرحوا بذلك. ثم أخبره جبريل بما ألقاه الشيطان، يعني لو أتى لم نأتيه جبريل حتى الآن سوف نرى في القرآن آية تقول أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى إن شفاعتهن تلك الغرانيق العنا إن شفاعتهن لترتجى. فحينما تقول نتحداكم أن تأتوا بمثله، فهذا الشيطان أتاك بمثله ولم ينتبه حتى محمد أنه ليس من القرآن. كلام المضحك. ثم يأتيك إله يقول يعني وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي أن الله يؤكد بأن الشيطان قد ألقى ما ألقى في القرآن. سؤال، طالما أن بإمكان الشيطان أن يضع كلاما في لسان محمد، فكيف تقولون أن محمد كان معصوما؟ ثانيا، طالما أن الغرانيق العلا وهي قصة مفضوحة ألقيت لمحمد وهي ليست قرآن، ما أدراني أن هذه الآية نفسها هي من الشيطان لكي يستريح الذين شككوا فلا يشكوا بمحمد. لأن الله لو كان إله المسلمين حقا موجود لن يسمح أبدا للحظة بأن يلقي الشيطان أي شيء على لسان محمد.
فهذا عار، وما هو إلا وحي يوحى. قد وعد الله في قرآنه بأن كلام محمد هو وحي يوحى، فكيف يلقي على ما يوحى من الله كلام شيطان؟ ما الإثبات بأن هذا الكلام أمامي ليس هو كلام الشيطان أيضا؟ فمن ألقى تلك الغرانيق العلى ولم ينتبه محمد قادر أن يلقي ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلى آخر الآية. سبب محمد في الرجوع عن تلك الغرانيق العلى بأن أمره قد فضح، فبدأ الناس يتكلم عن هذا الشخص المرائي المنافق الكذاب، فهو أمام المسلمين يدعو بوحدانية الخالق، وأمام الكفار يصلي للغرانيق، فانتشر أمره وفشي سره، فعاد محمد لكي لا يخسر مكانته بين المسلمين على الأقل، فقال إن الشيطان ألقى لي والله سوف ينسخ. طبعا هذا كلام لا يصدقه إلا الأغبياء، الكذاب كذاب. أنا الآن سوف أقول شيء وأقول الشيطان ألقاه على لساني، إذن لماذا تحاكمون الذي شتم الرسول بحد القتل؟ ربما الشيطان ألقى على لسانه، كما إذا كان محمد قد ألقي على لسانه. وإضافة إلى هذا، انسى الغرانيق العلى، انسى يا رجل. ما رأيك بعمر بن الخطاب الذي قال فيه محمد أن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه؟ كيف أصبح الحق على لسان عمر؟ عمر كان يصنع قرآنا، حتى أن عمر كان أي كلام يقوله، قال ابن عمر ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. على أي نحو؟ أي أن القرآن أتى كما يقول عمر، وهناك حديث يقول فنزلت الآية كما قلت، كما قلت، وهي الحجاب، تكلمنا عن الحجاب في البداية. من الذي أتى بصورة الحجاب؟ عمر. ولهذا الحجاب ليس له علاقة بغطاء الرأس. نساء الرسول كان يخرجن لقضاء الحاجة، فكان عمر وهو إنسان صفيق من الواضح كان يتحرش بنساء محمد، فقال لأحداهن عرفناك يا سودة، عرفناك يا سودة، كيف يقول عمر هذا الكلام؟ تصور أن زوجتك ذاهبة لقضاء الحاجة، ثم يأتي أحد أعز الأصدقاء ويقول لها أثناء قضاء الحاجة عرفناك يا سودة، إنسان صفيق. من الواضح بأنه ليس بإنسان محترم، الإنسان المحترم لا يفعل هذا الكلام. المرأة تقضي حاجة وهي لم تذهب إلى يعني إلى مرقص أو ملهى، هي في بيتها، خرجت لتقضي حاجة، أمر طبيعي، وفي ذلك الزمان ليس هناك يعني حمامات إلى آخره، فكيف يتحرش بها عمر ويقول لها هذا كلام؟ يقول الحديث أن أزواج الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرجن بالليل، وإذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح إتسترا إلى آخره، كان عمر يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك. طب احجب نساءك ماذا يعني الحجاب؟ أي أنه يدعي أنهن يجب عليهن أن لا يراهن أحد، ليس شعرهم، هم يخرجون لقضاء الحاجة وهذا عمر يعني ينظر إليهم. وحينما خرجت سودة بنت ذمعة
زوج النبي قال لها محمد عرفناك يا سودة، وكانت امرأة طويلة. طب عرفتها لماذا؟ يعني ما الأمر؟ يسخر منها. اكتشف أمرك يا سودة، فكيف يكون هذا رسولا؟ ثم أتت الآية كما قال عمر، فعمر يتبجح بالكلام ويقول وافقني ربي أو وافقت ربي في ثلاث بحسب الحديث. كيف يوافق الله عمر؟ سوف تقول عمر يعني رجل صديق والله وافقه، ما الموضوع؟ ولكن الموضوع هنا مختلف. أنت تقول أنه القرآن يتحدى البشر والحجر والجن أن يأتوا بالحجاب، وإذ بالله رب المسلمين يأتي بآيات من عمر، من صناعة عمر. من قال هو عمر، من أمر هو عمر، من تكلم هو عمر، فإذ بالله يأتي بالآية كما قال عمر. عسى ربه أن طلقكن أن يبدله أزواجا خير منكن، فكانت الآية. فكيف تقول هذا القرآن إعجاز وهذا هو محمد الذي يدعي أنه هو الله، يعني الله متكلم، يأخذ بقرآن عمر ويجعله في قرآنه؟ ولهذا نرى هنا محمد يحاول أن يغطي على هذه الفضيحة، حتى أن هناك يعني من الأحاديث ما يقول أن الله وافق عمر في 10 وفي 7 وإلى آخره. لا نعلم، لا نعلم كم عدد الآيات التي وافق الله فيها عمر فجعلها قرآنا. فكيف نتحدى البشر أن يأتوا بقرآن ثم نأخذ القرآن من عمر؟ هل عمر من البشر أو أنه من الآلهة؟ ربما عمر كان من الغرانيق وما أدراك. ها؟ هذه كلها قصص أن الله أخذ من عمر قرآنا. لماذا أنت تصلي للكعبة؟ هذا قرآن عمر، عمر الذي قال نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية كما قال عمر. قال الزهري، قال عمر فعملت لذلك أعمالا. عمر يتكلم، محمد ينسخ ويضعه في القرآن، ثم يأتينا شخص كهذا المسكين يقول له نتحداك أن تأتي بقرآن من مثله. ها؟ حتى أن الفضيحة وصلت بمحمد ودجله أنه قال لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. عمر من الواضح أنه هو نبي الله، ومحمد لكي يعني يتستر على 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 الطباعة على السرقة، فادعى بأن عمر كان يفترض أن يكون نبيا، يعني لو لم أأتي أنا فكان عمر. لماذا؟ لأنه ينسخ من عمر، يأخذ القصص من عمر. لبعث فيكم بعدي نبي وهو عمر. عمر يتلقى وحيا أم أنه يوحي إلى الله؟ من الواضح أن عمر هو من يوحي إلى الله. فيأتي بالكلام قبل أن يصل إلى محمد، فيأخذ محمد فيجعله قرآنا. ثالثا وأخيرا، أنت تقول آتنا بقرآن من مثله، وأنت تقول أنك دكتور، يعني هل سمعت بحياتك بأن هناك إله يقول أن الشمس تغرب أو تغرب في عين حمئة؟ سوف تقول لي أن ذو القرنين قد ظن بأن الشمس تغرب في المحيط. يا رجل، هذه عين حمئة، عين ماء وليست محيطا.
ثانيا المتكلم هو الله. ويسألونك عند القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. المتكلم الله. إن مكنا له في الأرض فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها. والوجود هنا من اكتشاف الأمر، والله يؤكد هذا الوجود. ووجد عندها قوما، يعني لكي يصبح الأمر في قمة المهزلة، ووجد حين يعني في مكان غروب الشمس قوما. وسوف تقول هذا تفسير غير صحيح، يعني كلام مرسل. هذا هو محمد يؤكد هذا الكلام. محمد يقول، وسوف نرى ما قال محمد. ربما سوف تدعي أن محمد أيضا لا يعلم معنى القرآن، وأن محمد جاهل وكذاب. هذا هو محمد يقول، وكان مع أبا ذر، وكما نرى الحديث يقول عن أبيه عن أبي ذر قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حمار، والشمس عند غروبها فقال هل تدري أين تغرب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تغرب في عين حامية. وهذا الحديث صحيح الإسناد، فكيف تقول لنا آت بقرآن من مثله؟ يعني أنا أقول لك الآن الشمس تغرب في صحن الطعمية، تقول لي هذا معجاز؟ هذا تحدي بلاها، هذا تحدي فيه تحدي من البلاها، يعني أحمق بحمقه يتحدانا. هل تستطيع أن تأتي بهذا؟ كيف يكون القرآن إعجازا وهو الذي يقول بأن الله خلق الإنسان من علق، والعلق هو خثرات الدم؟ قمة الغباء. الله خلق الإنسان من علق؟ يعني أول ما تشكل الإنسان كان علقة؟ ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة. العلقة، وهذا هو القاموس، هي خثرات الدم المتجمد، أي أنه دم ميت. فكيف أصبحت النطفة علقة؟ النطفة لا تصبح أي شيء، الذي ينمو هو البيضة. أين هي البيضة؟ فالنطفة أصبحت علقة، والعلقة أصبحت مضغة، والمضغة أصبحت عظاما، فكسونا العظام لحم، أي أن آخر ما تكون هو اللحم. وهذا كلام مضحك. أليست هل عضلة القلب من العظم أم من اللحم؟ كيف يعيش هذا الجنين؟ آخر الأمر العظام، وبعدها آخر الأمر بعد العظام اللحم. أين الدم؟ لا نرى إلا دما ميتا. ثم يأتي رسولك فيفسر هذه الآيات بذكاء فظيع، فيدعي بأن النطاف تعيش داخل بطن المرأة 40 يوم، وفي بعض الأحاديث يقول محمد أنها تعيش 42 يوم أو 50 حتى. هذا هو رسولك يفسر القرآن. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. أنت في 40 يوم، خلال 40 يوم أنت عبارة عن نطفة. فإما أن نقول أن محمدا كان كذابا، أو أن محمدا كان صادقا وأمين. كيف نكتشف ما
ما هو العدل الحقيقي؟ نذهب إلى هذا الويب سايت وهو إسلامي، وأنا اخترته إسلامي كي لا يقول لي أحدهم يعني هذا كلام الكفار، وهذا هو رقم الفتوى islamweb.net. اقرأ يا مسلم. مدة حياة الحيوان المنوي في الرحم وعدد المرات المطلوبة للحمل وآخره. يقول هنا الجواب، وهو جواب إسلامي محض ليس فيه لا رشيد حمامة ولا كريستيان برينس. يقول يستطيع الحيوان المنوي أن يعيش لمدة تتراوح من 48 ساعة إلى 72 ساعة. طيب يا رجل، كيف يقول محمد بأن هذا الحيوان المنوي وهو النطاف يعيش مدة 40 يوما نطفة في بطن المرأة؟ فإما أن نقبل بأن محمدا كان كذاب، أو نقبل بأن الذين كتبوا هذا الكلام كذابين. اختاروا يا مسلمين، لن أناقش في الوضع، يعني أنتم اختاروا. هل كذب محمد حينما قال هذا الكلام 40 يوما نطفة وهذا صحيح البخاري؟ أربعين يوما نطفة ثم يصبح مضغة ثم علقة، عفوا، يعني 40 يوما هو نطفة وبعدها يصبح دما متخثرا. قمة السخافة. ولهذا أنا يعني أسميت هذا الفيديو اختلال في العقل والميزان وإعجاز القرآن. المسلم أصبح يعني المسلم حينما يقرأ قرآنه ويدافع عنه أشبه بما قال فيه القرآن. هناك آية في القرآن توضح حال المسلمين: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. سكارى، شعب من السكارى، سمع فقال فنقل وحمل. والحقيقة هناك الكثير من الآيات ينطبق فيها الكلام على هذا المدعو عبدالله رشدي. القرآن يقول في أمثال هذه الشخصيات، القرآن يقول، ولست أنا، اقرأ معي: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار فقط يصدق بأن النطاف تبقى حية 40 أو 50 يوم. الحمار فقط يصدق بأن الشمس تغرب في عين حامية. الحمار فقط سوف، عفوا، أنا أعتذر من الحمار، الحمار لن يصدق بهذا. فحينما تقول لنا آتي بقرآن من مثله، والقرآن فيه آيات كثيرة، العرب يضحكون على هذا القرآن ويقول أساطير الأولين، يعني خرافات، يسخرون من خرافات محمد. كيف يكون هذا من عند الله؟ يعني حتى أن ربك لا يدرك ولا يعلم أيهما قد خلق أولا، الأشجار والماء والجبال أم النجوم؟ في آية يقول العكس وفي آية أخرى يقول العكس. والقرآن يقول، يعني لماذا لا يتدبرون القرآن؟ يعني القرآن اعترف بأن الناس لا يتدبرون القرآن. ما معنى التدبر؟ أن القرآن يبدو غبيا. القرآن يبدو غبيا. بل إنه غبي. لو كان من غير عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في آية يقول لا تقبل الشفاعة، في آية أخرى تقول تقبل الشفاعة.
ولكن ال- 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 يعني ال- الفضيحة الكبرى أن هناك ربا لا يعلم كيف خلق, خلق, خلق. ما رأيك بهذا الكلام يا دكتور المدعي العلم والدكتورة؟ أن الله يرسل من السماء من جبال فيها بردا. هناك في السماء جبال فيها برد. أنا الله والله يكسر هذا البرد ويرسله إلينا. وأنت تتحداني بأن آتي قرآنا مثل هذا. سوف أصنع قرآن الآن. هناك في السماء ألم ترى أن الله يرسل من السماء علب البيبسي. يا أخي البيبسي لم يصنع في السماء. ألم ترى أن الله, حتى أن ربك يتكلم على أن الطير تحلق بالسماء لأنها يعني لا تقع من السماء لأن الله يمسك بها. كيف يكون هذا الكلام؟ هل هذا كلام إنسان عاقل؟ ألم يروا أن الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله؟ يا رجل الطير لا يقع لأن الله يمسكه. طب من الذي يمسك الإف 35؟ من الذي يمسك الطائرات الإسرائيلية في السماء؟ من الذي يمسك الساتلايت الذي صنعه الكفار في السماء؟ وحينما وتصل الأمور إلى يعني إلى قمة البلاهة, حينما يتحدى محمد فيقول, يتحدى الناس أن يخرجوا من الأرض, فيقول لهم يا معشر الإنس والجن اخرجوا اخرجوا, ها يا معشر الإنس الجن والإنس, إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ولا تنفذون إلا بسلطان. وإذا ما حاولتم الخروج من الأرض فإن الله يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فبأي آلاء ربكما تكذبان. طب أين هي هذه الشواظ من النحاس وقد خرج الاتحاد السوفيتي والأمريكان والطليان واليابان وحتى من العرب الخرفان, فدفعوا للأمريكان أن يأخذوا يعني الأمير السعودي فلان والشيخ الإماراتي فلان فقط المنظرة. أين هو هذا الشواظ والنحاس الذي سوف يطلقه الله على من يحاول أن يخرج من الأرض؟ هذا كلام يعني مضحوك عليه ويقوله محمد ليضحك على الناس. خرافات. ثم تأتي وتقول أن محمد يعني معصوم وإله, يعني الله يحمي الرسول. يا أخي هذا الرجل يقول, هذا رسولك يقول وعائشة تقول بأن محمد كان مسحورا, سحر الرسول حتى أنه كان يخيل إليه أنه صنع شيء ولم يصنعه. طب سؤال, كيف سوف نثق بهذا الرجل بأنه لم يرى وتخيل جبريل؟ أنتم في كتبكم في صحيح البخاري تقولون بأن محمد يتخيل الأشياء وهي أشياء لم تحصل قط, فكيف لإنسان مهووس يتخيل أشياء أن نثق بكلامه بأنها سمع قرآنا وقال له ملاكا؟ يعني هذا شخص إذا ما ذهبنا إلى المحكمة وأثبتنا أن هناك شخص وهو شاهد مفروض في المحكمة, وأثبتنا للقاضي بأن هذا الشخص يخيل إليه أنه يصنع شيئا وهو لم يصنعه, لن يقبله القاضي حتى في شهادة سرقة دجاجة. هذا أمر مفروغ من, لأن من أساس الشهادة هو العقل.
ما يقول لنا المسلم هنا بأن محمدا فقد عقله وأصبح في في في, في يد الشيطان، حتى أن محمد ليس فقط كان يخيل إليه، بل أنه حتى في الجنس كان يمارس جنس مع الهوى. وهذه هي الأحاديث من صحيحكم تقول بأن محمد كان يخيل إليه أنه يأتي أهله وهو لم يأتهن. فكيف يكون هذا الرجل صاحب مصداقية؟ أضحكتني يا رجل، ويأتيك يعني هذه المخلوقات الغريبة تقول لك اصنع قرآنا مثله. يا أخي هذا الرجل معدوه مجنون كما ترى، يخيل إليه أنه يأتي أهله. لو أتاك رجل وهو من أهلك وقال لك أنا يا أخي أتخيل أنني قد جامعت زوجتي ولكني لم أجامعها، ماذا سوف تقول له؟ اذهب إلى دكتور المستشفى الأمراض العقلية. الشخص المريض عقليا يقولون عنه أنه مطبوب مسحور، لأنهم لا يستطيعون تفسير، لا يبدو عليه المرض، فهو يبدو صحيح الجسم، ولكن المرض الحقيقي في العقل. فلا تتحدون في هذا القرآن، ففيه ما فيه من المهازل. وهذا الرسول الذي تكلم وقال الكثير، يعني كيف يكون هذا الرسول رسولا ويقول هذا الكلام؟ على سبيل المثال للحصر، أن الشيطان يهرب وله وضرات إذا ما سمع القرآن، هل يعقل أن هذا كلام رسول؟ عن أبي هريرة، أبو هريرة يعني أبو القطط، يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته. يعني هل تصدق كلام محمد؟ هل هذا كلام عاقل؟ لو أتاك شخص غير محمد وقال لك هذا الكلام سوف تقول له أنت سخيف اذهب من هنا. ولكن في اللحظة التي نقول فيها أن من قال ذلك الرسول يجمع المسلمين، من يجرؤ أن يقول هذا كلام سخيف؟ الضرات الشيطان. هل يعقل أن رسولا يقول المسلمين أن من رفع رأسه قبل الإمام جعل الله رأسه رأس حمار؟ ومن يصدق بهذا الكلام إلا إذا كان حمارا؟ هذا كلام رسول؟ اقرأوا كلام المسيح وقرأوا كلام محمد، هذه محاضرة من محمد يعظ في المسلمين ويقول لهم لا ترفعوا رؤوسكم قبل الإمام وإلا مسخكم الله حميرا. هل يعقل محمد أنه يكون رسول ويقول يهدد النصارى واليهود بأنكم إن لم تؤمنوا سوف نطمس وجوهكم كما فعلنا بأصحاب السبت؟ ولماذا لم يطمس وجوهنا؟ لم نصدق. وعد وإنذار كاذب، تهديد كاذب. لا نزال حتى الآن لدينا عينين وأذنين وأنف وفم، ووفق كلام محمد هذا الكلام لن يحصل في الآخرة، لأنه يقول كما فعلنا بأصحاب السبت، أصحاب السبت لم يمسخهم القرآن فأصبحوا قردة وخنازير. وطبعا هذا مضحك، قصة القردة والخنازير، ها هم اليهود يحتفلون حتى بأشياء غريبة عجيبة يوم السبت، ولا نرى أحدهم أصبح خنزيرا. يعني الله جعل اليهود خنزير وقرد لأنه صاد سمكا ليطعم أولاده، والله لا يجعل اليهود خنزير.
حينما يذهب للصيد الآن في يوم السبت أو يحتفل بشيء يعني ضد التعاليم اليهودية يوم السبت. كلام أين هو اليهودي الذي أصبح قردا لأنه ذهب للصيد يوم السبت؟ اذهب إلى إسرائيل، اليهود منهم من هو متدين ومنهم من لا يفقه في الدين شيئا ولا يهتم، منهم من هو متدين فلا يفعل شيء في يوم السبت، ومنهم من يذهب إلى المراقص الليلية. فكيف الله يجعل الذين اعتدوا يوم السبت قردة وخنازير ولا يجعل منهم قردة وخنازير لأنهم يرقصون في الملاهي؟ كلام للأطفال. وكيف يهددنا بأننا سوف يطمس وجوهنا ويجعل من أنوفنا في داخل رأسنا ويجعلنا بلا عينين ولا فم؟ هل حصل هذا أم أنه تهديد كما تفعل للأطفال بأن هناك غول سوف يأكلك إذا ما ذهبت بعيدا عن البيت؟ فلا تتحدانا في هذا القرآن، ففيه ما فيه من بلاهة وتسفيه، ومن السفاهة أن تتحدى. على الأقل تحدانا يا أخي وقل: من منكم يكتب كتابا ككتاب طه حسين الجاحظ؟ أما القرآن سامحك رب اللات يا رجل، أنصحك بتقبيل الحجر 3 مرات. يعني كيف يكون رسولك رسول من الله ويقول بأن الحجر يحط الخطايا؟ كيف يكون هذا الرجل محمد رسولا يدعو إلى إيمان بالله الواحد ثم يقول بأن من لمس الحجر الأسود والركن اليماني تمسح خطايا؟ أليس هذا هو ما يعتقد به عباد الأصنام؟ تمسح حجارا فتمسح خطاياك؟ يعني أنا الآن أذهب إلى الكعبة فأمسح حجرا فتزول خطاياي؟ من في هذا العالم سوف يصدق بأن هناك حجرا كان أبيض من الملك من 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 اللبن فنزل من السماء وسولته خطايا من الإنسان؟ ولماذا؟ لأنك حينما تلمسه يسحب منك كل أخطائك. وهنا نرى في هذا الكلام الصبغة العنصرية لمحمد، فإنه يدعي بأن اللون الأبيض هو لون للصادقين والطاهرين، والحجر الأسود قد وسخه ذنوب المسلمين، أي أن الإنسان يتحول بلونه بسبب الخطيئة. وهذا ما قاله في قرآنه المشين حينما قال: يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ وإذا ما ذهبنا إلى سورة النمل وقصة الجساسة سوف نرى أن الله سوف يرسل موسى، عفوا الجساسة، وهو وحش غريب عجيب يخرج من الأرض وتكلمهم بآياتنا أنهم كانوا لا يؤمنون، وفي يدها عصاة موسى وخاتم سليمان، قصص أساطير الأولين. ثم تضرب هذه الجساسة في أنف الكافر فتجعله أسودا، وفي أنف المسلم فتجعله أبيض، أي أن العالم سوف ينتهي بين أبيض وأسود. فلا تتحدانا في هذا الكتاب، هذا كتاب مضحك، ولهذا فنحن لسنا بمسلمين. كيف هناك يقول هناك رب يعني يتكلم عن أشياء سخيفة للغاية؟ لا نريد أن نطيل، ولكن يا أخوتي القرآن كتاب معيب. الله إذا كان حقيقيا فكيف يعيدنا بنساء وخمر وحور عين؟
هل هو بار أو هو هل هو من مراقص التلهي؟ هذا لا يعني أي إنسان لديه ذرة من العقل لن يقبل بهذا. فالإله الخالق طاهر وأسمى، ومن أعطاني لذات الحياة في هذه الأرض قادر أن يعطيني لذات أعلى بكثير. كيف يكون محمد رسول ويقول بأن الرجل سوف يكون له، يعني أعتذر عن الكلام، في جماعه 70 حولا، 70 سنة يا رجل، 70 سنة، 70 سنة هذا رسول الله؟ فإذا كان هذا رسولا فما هو الكذاب؟ رجاء إلى الجميع وزعوا هذا الفيديو وليرى من يرى. وإذا أراد هذا الشخص المدعو عبدالله رشدي أن يكلمني ويعني نقوم بدردشة، لن أسميها مناظرة، فمن الواضح بأنه ليس يعني متمكن بأي شيء من دينه، حتى أنه لا يعرف كيف يقرأ القرآن أو أي من المسلمين. أنا أرحب بالجميع، ونحن نقول نحن كمسيحيين نحب المسلمين ولا نكرههم، ولكن لن نقبل بالسخافات والتفاهة أن تكون دينا لنا. هذه سخافة وهذه تفاهة، ولهذا فنحن نعتبر أن محمد رسولا كذاب بما لا الكلمة من حرفية ومعنى. شكرا لكم. And again for guys who listen to us in English, even if you don't speak Arabic, download the video and share it with your friends. All right? Even if you don't speak Arabic, download the video and share it with your friend. Thank you very much for being here. May the Lord bless you. نصلي للجميع أن يرحمنا ربنا الخالق، وأن يفتح عيون المسلمين فيروا أن هذا الدين فيه ما فيه من الكلام، ولا يمكن أن يكون من عند الرب الخالق أيا كان اسمه هذا الرب، تسميه الله، تسميه خشبة، سميه ما شئت. فالرب ليس باسم، بل هو بحقيقته. يأتيك المسلم ويقول نحن يعني نعبد إلها واحدا، يعني ما همني إن كان هو واحد أو عشرة، المهم إن كان حقيقة أم لا. إن أتاني شخص من الهند وقال لي أنا هندوسي وعندي 1000 إله، ثم تبين أن هناك 1000 إله، فإذا هو صادق وهو على حق، فالعدد ليس مهم. سخافات، يركزون على سخافة ليغطوا سخافات أخرى. في المسيحية، في اليهودية يؤمنون بإله واحد، ولكن هذا لا يعني أن المسيحيين واليهود على حق. العدد لا يهم، المهم هل هو حقا موجود. دائما المسلم يبحث عن سخافة. الإعجاز الرقمي في القرآن، طبعا نضحك عليها، هذا ليس إعجازا. هذا البوك، هذا الكتاب صراحة لا يصلح حتى لقصص الأطفال. البساط الطائر وخاتم سليمان، وسليمان قد مات وكان واقفا على عكاز ولم ينتبه حتى الوزراء له، والهدهد، ما هذا الكلام؟ والنملة، يعني حتى سليمان قد علمه الله لغة الطير فإذ به يفهم لغة النمل. طب يا أخي هل الطير من النمل؟ والنملة تقول ادخلوا وإلا سليمان حطمكم، يعني كيف علمت أن اسمه سليمان؟ على ما يبدو أن هذه النملة من أنبياء الله المسلمين للنمل، ولهذا أعطاها الله وحيا فقال لها هذا سليمان اختبئ. شكرا لكم للاستماع، وسلام المسيح للجميع، ولا سلام للأشرار قال الرب. شكرا.